بوسينا، كيف الوضع عندك في الساعة؟ احنا يعني دلوقتي موجودين في ساحة لسه شايفين استيديو. الخبر بخصوص تمديد الإغلاق لغير الملقحين لعشرة أيام، ما هي آخر التطورات بهذا الشأن؟ طبعا ريم، نحن الآن متواجدون في ساحة الشيفن بلاتس، المكان طبعا للتسوق، أكبر مكان تسوق في فيينا، موجود فيه ناس كتير جدا. وبشأن الاستثناءات الجديدة والتدابير الخاصة بليلة رأس السنة، قررت اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني بتجديد الإغلاق للأشخاص الغير مطعمين مع بعض الاستثناءات الجديدة لرأس السنة. قررت اللجنة بتمديد الإغلاق للأشخاص الغير مطعمين 10 أيام مرة أخرى، ووافقت أوفو بي و وافقت اوفا بي واس بي او على هذا القرار الجديد، بينما عرض اف بي او وانيوز لهذا القرار. ويوجد بعض الاستثناءات بالنسبه للاشخاص الغير مطعمين في ليله راس السنه، يسمح لهم بالخروج بعد الساعه 10 مساء، يرفع عنهم حظر التجوال في هذا اليوم وبدون الخوف من اي عقوبات. وطبعا من يوم 1 يناير بيتم إلغاء رفع هذا حظر التجوال وإعادته مرة أخرى بالنسبة للأشخاص الغير مطعمين يوم 1 يناير الساعة 12 صباحا. طبعا بتظل قطاع الطهي والفنادق والثقافة شغال لحد الساعة 10 مساء مع الالتزام بقاعدة 5G و FFP2 ماسك. طبعا كمان يسمح ايضا للاشخاص الغير مطعمين بالحضور او المشاركه للاجتماعات الاشخاص الذين لا يفوق عددهم 10 افراد من نفس الاسر، واذا زادت عن كده لا يسمح لهم طبعا. واشارت الحكومه انه بيجب على جميع الاشخاص، او توصي الحكومه بيجب على جميع الاشخاص بالاحتفال براس السنه في مجموعات صغيره. ايضا بيسمح كمان بالاحتفالات الخاصة بعدد أشخاص لا تزيد عن 25 شخص ضمن قاعدة 5G و FFP2 ماسك. أيضا بالنسبة في فيينا، في قواعد أكثر صرامة، بيتم فرض قاعدة 5G بلوس اللي هي يا إما أخذ اللقاح أو متعافي أو لديه اختبار PCR لا تزيد مدته عن 48 ساعة، أو اختبار عادي لا تزيد مدته عن 24 ساعة. وبالنسبة للاحتفالات أو الأحداث الداخلية التي تضم 500 شخص قاعدة 5G، ولو هي أكثر من 1000 شخص يبقى 5G بلس بحد أقصى طبعا ل2000 شخص. وكانت هي ديت الاستثناءات الجديدة التي وضعتها الحكومة أو وضعها المرسوم بالنسبة للأشخاص الغير مطعمين للاحتفال بأعياد رأس السنة. نعم، يعني بوسينا بكرة إن شاء الله في احتفالات نارية ولا إيه بالظبط؟ بالنسبة لقانون الاحتفالات أو الألعاب النارية التي أقرتها الحكومة، حدث فيها اليوم تصحيح لبعض الأشياء، إنه الألعاب النارية تسمح فقط في ضمن قانون الألعاب النارية الرسمية اللي هي من الفئة 1، لا يسمح باستخدام الألعاب النارية أو تحضر بالقرب من الكنائس أو محطات الوقود أو دور المسنين وملاجئ الحيوانات. واي شخص يقوم بانتهاك قانون الالعاب الناريه مثلما قال وزير الداخليه جرهت كانا، سوف يتم توقيع عقوبات تصل ل 3600 يورو. وايضا ايضا اشار وزير الداخليه جرهت كانا بان الشرطه ستكون على اتم الاستعداد والسيطره لهذه الاحتفالات. قامت بعض الولايات الفدراليه بقوانين خاصه بها، كل ولايه زي مثلا سالسبورغ بتمنع الصواريخ الناريه والمفرقعات تمنع استخدامها. تنضم اليها ايضا بعض البلديات في سالسبورغ مثل تسيل امسي، وايضا تنضم ايضا إليها بعض الولايات الأخرى زي مثلا فورالبيرغ وكينتن وفيلاخ، بتسمح فقط بالألعاب النارية من الساعة 11 مساء للساعة 1 صباحا. أيضا في كلاجن فورت من الساعة 11:30 مساء إلى الساعة 12:30 صباحا. وأيضا في فيينا لا يسمح بالألعاب النارية مثل كل عام في الرات هاوس، لا يسمح بالألعاب النارية فوق الرات هاوس. وفي جراتس ممنوع استخدام الألعاب النارية في الهاوت بلاتس.
وكانت هذه هي كل القوانين الخاصة باستخدام الألعاب النارية في حدود الألعاب النارية الرسمية الخاصة بالفئة رقم واحد. نعم بسعنا، سؤالي الأخير، النهاردة الجو ممطر، كيف ترين الوضع عندك؟ إزاي شايفة الوضع عندك؟ والله ريم، بالرغم ان الجو فيه مطر بسيط، هو مش المطر للدرجه الكبيره، درجه الحراره 11، الجو حلو جدا. مش عاوز اقول لك ان الناس هنا في كثافه كبيره جدا جدا للناس، المكان كله مليان ناس كتير جدا، طبعا بيقومون باعمال التسوق، بيستفيدوا ايضا من العروض الخاصه وبعض العروض الخاصة في نهاية العام. في ناس كتير جدا جدا في المطاعم والمقاهي برضو مليانة بالأشخاص، والجو فعلا هنا يعني الجو حلو جدا، يعني مفيش أي حاجة تمنع للناس إن هم يخرجوا ويقوموا بأعمال التسوق والاستمتاع بالجو. نعم، شكرا ليك بوسان على هذه المداخلة، وأتمنى لك عام سعيد وليلة رأس سنة سعيدة. شكرا ليهم، ونحب نقول للناس برضو كل سنة وهم طيبين وعام سعيد جديد، وطبعا كل الناس اللي ما عرفش ان هي تحقق احلامها او الحاجات اللي كانت عايزة تحققها السنة اللي فاتت او السنة او اخر السنة دي، تحققها ان شاء الله السنة الجاية، وكل عام وانتم بخير. مع السلامة. شكرا لك يا بوسينة، مع السلامة.